كان يا مكان بقديم الزمان بمدينة حمص كان في قلعة تحت القلعة في مغارة. هاي المغارة مربوطة بسرداب بيوصل لقلب سوق حمص القديم. الناس كانوا من زمان الشباب يتباروا بين بعضهم مين الشجاع اللي رح يفوت بهاي المغارة ويمشي بالسرداب ويطلع بقلب السوق بحمص. كان دائما يتباروا فيها. مرة من المرات بالأربعينات من القرن الماضي صار هذا التحدي بين خمس شباب. أربعة منهم بآخر لحظة جبروا وانسحبوا. واحد منهم قال له لا لعيونكم أنا رح أروح فوت من قلب المغارة وروحوا أنتوا استنوني استنوني بالسوق بتلاقوني طالع لعندكم. وفعلا حملوا حالهم هالأربع شباب وراحوا وهو طلع على هالتلة على القلعة فات بالمغارة ومشي بقلب السرداب. طبعا التحدي كان بيشترط عليهم أنه ما حدا يحمل معه شيء لا عصاية ولا سكين ولا أي شيء بس مجرد أنديل زيت صغير. فات هالشاب بقلب هالمغارة حامل الأنديل وعم يتطلع شوي شوي. بلحظة بهالعتمة بهالمغارة صوت الهواء عم يلف من حواليه شي بيقطع القلب. صفان هيك مع حاله قال العمى على هالعلقة شو هالورطة اللي ورطت حالي فيها هاي شو بدي بهالفوتة بركي فعلا طلع غول جوا أو طلع لي شي وحش أو طلع شي شبح. احمل حالي وارجع بلف من حوالين القلعة وبتخبى بوصل على السوق وبفاجئ للشباب على اني طلعت من قلب السرداب. وفعلا حمل حاله ولف ما لحق يلف حس بشي مسكه من ظهره. بهاللحظة جمد ما عاد يعرف شو بده يعمل. قام رجع ايديه ومسك قام لقى أصابع صغيرة وعليها شعر. جمد بأرضه ما عاد يعرف شو بده يعمل. وقع القنديل من ايده والهواء عم يلف حواليه وحاسس بأنه يمكن هذا الغول أو شي جني أو شي وحش مسكه. بس شو بده يعمل؟ مسك عليه بقوة واندار وضل ماشي بالسرداب. ضل ماشي ضل ماشي ضل ماشي وكل ما يمشي أكتر الشي اللي ماسكه يصير عم يبلعت بده يهرب ما يخليه يهرب يمسك عليه بقوة ويمسك عليه بقوة. هيك بيّن بنهاية النفق ضوء. قال أكيد أنا وصلت لعند الشباب هدول رفقاتي رح أوصل لعندهم. كمل مشي ووصل لعندهم. أول ما طلع شال الشي اللي ماسكه ورماه على الأرض ولقح جنبه. الشباب تفاجأوا لما شافوه طالع معه شي قام طلع فيه هيك لقوه كيف انلقح بالأرض ومعه قرد صغير. طلعوا الشباب إنه لك شبك شو منين جبت هالقرد؟ قاموا تذكروا إنه من كم شهر مرته للحاكم العسكري الفرنساوي لأنه هديك الأيام كان الانتداب الفرنساوي موجود بسوريا. الحاكم العسكري الموجود بحمص مرته راحت رحلة ورجعت جايبة معها القرد وطاير عقلة فيه. بحفلة من الحفلات هرب القرد ونط ورقد ما حد حدا بيعرف وين هالقرد. تاري هالقرد طلع متخبي بقلب المغارة ولما فات هالشاب تعربش على كتافه. هالشاب ما نعرفان فالشباب لما شافوا القرد على الأرض ضحكوا قالوا لي حرق حريشك لك ما بس نفدت وعملت الامتحان وطلعت من قلب السرداب وصلت جبت كمان القرد هلأ منروح منسلمه لمرت الحاكم الفرنسي وناخد الذهبات الجائزة. قام الشاب ما رد عليه هون. نزلوا هيك طلعوا قام طلع ميت وتوتي توتي خلصت الحتوتي.